بسم الله الرحمن الرحيم، زيادة وتعظيما وتكريما في شرف النبي وآل بيته الكرام، وعبر أسير موجات الحاج سعيد الشاذلي القرآنية، ولتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، ومن هذا الصرادق المقام للمغفور له بإذن الله تعالى الحاج رمضان علوان، فلنقرأ الفاتحة. عود كريم مبارك مع دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشيرة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. نعيش خاشعين منصتين صامتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي يشرف بها تلاوة علم من أعلام جمهورية مصر العربية وكروان محافظة المنوفية والمقيم بالحلواسي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العليم سليمان، فليتفضل مشكورا ولنا ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور إيه
يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل رجلين واضرب لهم مثل الرجلين واضرب لهم مثل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما
صدق الله العظيم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما وما أظن الساعة قائمة
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أكفرت بالذي خلقك من تراب
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ صدق الله العظيم. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي يا نفس توبي فإن الوقت قد حان لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذنب معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خالية فبحر جودك يروي كل من يرد هكذا إخوة المؤمنون
عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العليم سليمان قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بالحلواسي مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية وكان معكم وأبو توفيق من عند الله أقوى مقبرات الصوت والإضاءة الحديثة وكبرى مخازن الفراشة التي تطلب أتوك دائما بمحلات ومخازن الحاج سعيد الشاذلي بالقناطرين وللسادة المعازين قبول العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.